السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو نتحدث حول لماذا لا يكلمني أحد وأنا خريج أو أطلب العمل من لينكد إن أوظف. الحقيقة كتير جدا بيستفسر بخصوص هذا الأمر، ولذلك حبيت أن أنا أعمل هذا الفيديو علشان يوضح لحضراتكم ما هي أبرز هذه الأسباب التي تجعل العديد لا يقوم بالتواصل معك بشكل فعال او يطلب منك العمل، رغم انك بتقدم بشكل كبير جدا العديد من الفرص على الانترنت ولكن لا يقوم باستقبالك اي احد. في البداية حاب اوضح انه من المهم جدا انك تعرف بان سوق العمل اصبح في الوقت الحالي من الامور الضارية جدا في الوقت الحالي. كتير جدا من الخريجين مع قلة فرص العمل اللي بيتم الإعلان عنها أصبح هناك شدة ووجود نوع من أنواع المنافسة الضارية في سوق العمل. هذه المنافسة بتساهم في رفع وجود نوع من أنواع الكريتيريا أو عملية الاختيار أو الهايرنج بروسيس، وهذا الأمر بينعكس على العديد من الأمور. أنا في البداية كنت حابب واحد خريج تجارة، كان بيجيلي واحد اتنين أختار منهم، لكن حاليا بفتح الباب بلاقي عشرات الآلاف من المتقدمين على الوظيفة. وتلاحظ هنا انك لما تيجي تفتح اي وظيفة او تقدم على اي وظيفة تجد ان الوظائف بيتم الاعلان عنها وفي غضون ساعات بيتم التقدم ليك وبيظهر لك الاف المتقدمين او المئات. ده فرض العديد من التحديات، وفرض ايضا ان يكون لديك نوع من انواع التطور المستمر لسلوكياتك وخبراتك. ولذلك فهم هذه التنافسية الشديدة في سوق العمل مهمة جدا حتى تدرك العديد من الامور اللي هتساعدك على فهم هذا الامر والقيام بتحسين ادائك بشكل مستمر. كذلك من النقاط المهمة التي يجب ان يتم معرفتها هو ان سوق العمل حتى وان كان قاسي الا ان فرص العمل ما زالت متوفرة، ولكن بتطلب العديد من الامور. طبعا الارزاق على الله، ولكن بيتطلب العديد من الاجتهاد والصبر والتحسين المستمر لي. اول وابرز اسباب عدم قبولك او عدم النظر ليك على لينكد ان اوظف او اي موقع من مواقع التوظيف هو انك لا تقدم على الوظيفة المناسبة ليك. حاجة كتير جدا للأسف بنشوف هذا الخطأ بشكل كبير جدا. بنيجي نعلن على وظيفة ولنقل محاسب لديه 5 سنوات من الخبرة، وانت كشخص خريج محاسب حديث التخرج فجأة هتجد نفسك بتقدم على هذه الوظيفة، بتجد وظائف اخرى حابين ان احنا ادارة مديرة موارد بشرية عنده 7 سنين خبرة اقدم عليها، يقول لك اقدم وخلاص انا بخسر حاجة انا بقدم على النت. وده بينعكس للأسف ان كتير جدا بيتم النظر للمتقدم بانه جاي يهرج. انت احنا طالبين واحد 7 سنوات خبرة، ايه اللي انت بتقدمه عليه؟ انت كاتش ار او انا كاتش ار لما باجي اسحب السير الذاتية فبعمل نوع من انواع الهيدك، انا بطبع على الفاضي، انا ببص برهق نفسي على الفاضي، حضرتك بتهزر معايا نظرا لان هذه الوظيفة غير مناسبة ليك على الاطلاق، وهناك فارق كبير جدا في المواصفات المطلوبة والمواصفات اللي عند حضرتك. ولذلك اهتم كثيرا جدا جدا بي في هذا الامر، لا تقدم على وظيفة لا تقترب منك من قريب او بعيد. حاول قدر الامكان ان تكون هذه الوظائف بشكل ما قريبة من حضرتك. لو انت ولنقل محاسب 3 سنوات خبرة والوظيفة 4 سنوات ماشي، من المهم جدا ان يكون هناك نوع من انواع التقارب والتناسب، ولكن لو كانت المتوسط الخبرة بعيد او انه مجال بعيد جدا عنك ولا يقبل خريجين من اقسام اخرى، زي ان مثلا حابب مثلا طبيب موافقات في احدى شركات التأمين وانا كاتب ان هو يكون خريج احدى الكليات العلمية وفجأة لقيت نفسك قدمت وانت خريج تجارة او خريج اداب، فانا من قبل ما اشوف السيرة الذاتية بتاعتك انا هرفضك بشكل فوري، والاسوأ اني ممكن احطك على بلوك ليست او قائمة سوداء، وده ما بيحصلش ولكن ممكن ان يحدث في المستقبل. وده بيحصل كتير جدا نظرا لان في بعض الاتش ار، لو انا شغال نقل شركة تأمين طبي واعلنت على وظيفة دكتور، انت قدمت وانت خريج اداب او تجارة طبعا رفضتك، طلبت وظيفة اخرى كليم ادجستر او مراجع للمطالبات المالية الخاصة بالتأمين الطبي، وايضا طلبت انه يكون دكتور وانت قدمت ايضا فرفضتك مرة تانية، لكن فجأة طلبت وظيفة مناسبة ليك فانت قدمت، فافتكرك على طول انك قدمت قبل كده
كده على وظائف كتير جدا غير مناسبة ليك على الإطلاق، فهرفضك رفض من الأول. فلذلك حاول أنك تقتصد قدر الإمكان في التقديم على وظائف غير مناسبة ليك، نظرا ليها انعكاسات سلبية كثيرة للغاية. كذلك من النقاط المهمة مادام قلنا أنه لا تقدم على وظائف غير مناسبة ليك، أنك تقدم على وظائف مناسبة ليك من حيث الخبرة ومن حيث المجال. لو أنت خريج محاسب أو خريج تجارة حابب أنك تدخل في مجال إدارة الأعمال، حابب تدخل في إدارة الموارد البشرية، تمام، من المتوقع أنك تقدم على وظيفة خدمة عملاء أو وظيفة منسق موارد بشرية لديه زيرو خبرة أو أي مجال يطلب حديث التخرج، فده مطلوب وموجود في السوق. ولكن من المهم جدا أنك تعرف بأن هذا الأمر ليس إلزامي على الشركات، فحاول أن تقدم فقط على الوظائف المناسبة ليك. كذلك من النقاط المهمة أنك تعمل قدر الإمكان على تحسين سيرتك الذاتية بأكبر قدر ممكن، نظرا لأن كتير جدا للأسف بيقدم على هذه المواقع والسيرة الذاتية الخاصة بي للأسف سيئة أو غير مظبوطة أو فيها بعض المشاكل، وعملنا الحقيقة فيديوهات كثيرة بخصوص هذا الأمر أتمنى أن أنتوا تشوفوها. ده هيلاحظ أنه بينعكس على العديد من الأمور عندك، فحاول قدر الإمكان أنك تحسن من سيرتك الذاتية بشكل مستمر. أنت قدمت مرة 12 100، حاول أن يكون لديك نوع من أنواع التحسين في سيرتك الذاتية حتى تستطيع أنك تقدم على وظائف وتخطف عين الريكروتر أو الـ HR اللي بيقوم بعملية التوظيف. كذلك لا تحسن فقط سيرتك الذاتية، ولكن أيضا قم بعملية تحسين لصفحتك بشكل كامل. كتير جدا بنشوفهم على لينكد إن بيحط بس السيرة الذاتية بتاعته، ولكن فين صفحتك؟ فين الصورة المحترفة اللي بخلفية بيضة أو خلفية سادة اللي بتحطها على صفحتك؟ كذلك فين الوصف الخاص بكل وظيفة انت فيها، أو اتخرجت منين، أو درست إيه، أو تقديرك إيه؟ املى صفحتك بشكل كبير جدا علشان يكون لديها نوع من أنواع التحسين. اختار خلفية لصفحتك على لينكد إن، خلفية هادية وجيدة، حاول انك تحسن بشكل كبير جدا من صفحتك بشكل مستمر. كذلك لو على وظف املى كل البيانات الخاصة بالمدرسة الثانوية والجامعة والكلية، حاول ان تكون صفحتك متكاملة قدر الامكان والا يكون فيها نقص من اي جهة. ايضا من النقاط المحورية جدا اللي كتير جدا للأسف بيتجاهلها، هو ان يكون لديك هذا القدر من التقديم المستمر على الوظائف وبشكل دوري وكبير جدا. حاجة كتير جدا للأسف بيتابع الوظائف بشكل اسبوعي، اجي في نهاية الاسبوع ابدأ اتابع الوظائف اللي اتنشرت من خلال الاسبوع الماضي والاسوأ في خلال الشهور الماضية. ده معناه ان في الغالب الـ HR او من يقوم بعملية التوظيف قام بالفعل بالقيام بعملية التعيين، ولذلك حاول انك تقدم بشكل مستمر باكبر قدر ممكن من السرعة. حاول انك يكون التطبيق او البرنامج في اول صفحة عندك، تتابعه بشكل مستمر مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء. قدم على الوظائف بشكل سريع جدا قبل ما يقدم غيرك، نظرا ان كتير جدا من الوظائف بيتم سحب السير الذاتية بتاعتها بعد يوم او يومين على الاكثر. ولذلك حاول ان يكون لديك نوع من انواع التقديم بشكل مبكر جدا، نظرا لانه بيمثل عامل كبير جدا في فرص رؤية الـ HR للسيرة الذاتية بتاعتك ورؤية صفحتك وزيادة إمكانية التعاقد معك أو إجراء الانترفيو بإذن الله تعالى. في النهاية حابين نوضح إنه فكرة ووجود مواقع التوظيف الحديثة فرضت العديد من التحديات، واحدة من هذه التحديات أن يكون لديك هذا القدر من الاهتمام بتحسين صفحتك والعمل وفقا لهذه الأمور الجديدة، نظرا لها انعكاسات كبيرة جدا على تحسين فرصك في سوق العمل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفني الرد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.